إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض التغيرات الفسيولوجية بأجهزة الجسم المختلفة المصاحبة لتقدم السن، يعني في جانب الجهاز العصبي. أيضا ليست جميع الحالات النسيان تعتبر نوع من أنواع الخرف عند كبار السن، ولكن يعاني الجميع من النسيان بمستويات مختلفة على اختلاف أعمارهم. فمثلا يعني ينسى الطفل أخذ أحد الكتب المدرسية المهمة، في حين يعني يعتبر المسن هذه أحد علامات بداية الخرف إذا نسى أخذ مثلا الأموال اللازمة عند الذهاب للتسوق. ولهذا فمن الضروري التأكد أن عملية النسيان هي أمر طبيعي لا يدعو إلى القلق عند كبار السن، وتحديد هذا الشيء مهم جدا من قبل أخصائي الأمراض العصبية. لهذا فمن الضروري التأكد على أن عملية النسيان هي أمر طبيعي لا يدعو إلى القلق، وهذا ومن الضروري امداد ايضا المخ بالاكسجين والفيتامينات والهرمونات اللازمة من اجل كفاءة اداء المخ ايضا، ويؤدي الى ايضا نقص في احد هذه العوامل الى خلل في القدرات مثلا المعرفية بشكل عام. ان الاستجابة للمثيرات تكون ابطأ عند كبار السن، ولكن رقم يعني بالرقم ذلك فإن المسن يمكن يعني الاستمرار والتعود إذا اعتاد على أعمال معقدة مثل قيادة السيارة أو العزف، أو يعني يمكن إجراء بعض يعني الأعمال الدقيقة جدا حتى لو كان يعني كبير في السن. يعني ما زال الأمل موجود لكبار السن، وفي علاجات كثيرة ساعدت كبار السن على أنهم يعني يكونون في المستوى الشبه طبيعي في هذا الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.